مساء الخير مرة ثانية. مساء الخير. ورجعنا أكيد مرة ثانية أحبة المشاهدين للتحدي اللي راح نسوي. مثل ما تعرفون أنه دائما أنا بطل التحدي، مثل ما عودناكم دائما ورتك سليمان يكون التحدي مال باب الشات بين ريان وماريان وجودي. ورابحاني. أول تحدي أنا روحت به تعرفون، وثاني تحدي ماريان ربحت فيه لكن أنا أعطيت المجال. وراح أكمل كل يوم أنا أربح بعد، من هسه أقول لكم. اليوم الثالث يكون ويا التحدي واللي اكيد راح افوز به اني، ومثل ما شفتوا حبه المشاهدين بصفحتنا على الفيسبوك صوره موجوده منو راح تصوت المنو، ريان ام جودي ام ماريان. فكثير من عندكم شكرا جزيلا للمصوتين لريان، انا كلش اشكركم وكثير منكم صوتوا لماريان هم، شكرا وأكيد لكم. لان تعرفون راح مصوتين لي انا ربحت لهذا ويلا كافي صوتوا كلهم دائما كلهم مصوتين لي، وان شاء الله اللي مصوت لي راح يكون هو الرابح. واكيد ورا المسابقه راح نسوي القرعه ونشوف منو راح يفوز ويانا. إذا التحدي مالتنا لليوم أحبة المشاهدين هو تحدي غريب نوعا ما. كل واحد من عندنا أكو بالة أربع أغاني، هاي الأغاني مو شرط سواء عربية أو عراقية. راح نبلش مثلا من عندي أو من عند ماريانا أو من عند جودي مو شرط. الأغنية راح يحاول يمثلها هنا بطريقة إيموجي أو بطريقة صور. كتابة ممنوع، حروف ممنوع، ماكو تكتب اسم الاغنيه، لا لازم تمثلها بالرسم او بالايموجي او باي طريقه انت تقدر تمثل اسم الاغنيه. من خلصت من هذا الرسم راح توجه لنا راح نشوفها، وانتم لازم تعرفون شنو اسم الاغنيه. اذا عرفتوا راح اكون اني الفائز. ليش؟ لان لازم اني احاول كل جهدي انه اوصل لكم الفكره حتى تعرفوها. واذا ما عرفتوا راح نتوجه الى الساده بالكنترول، هم راح يقيمون اللوحه وراح ينطونا الدرجه. الدرجه هي من 1 إلى 10. واطلب من الكنترول ايضا يسجلون لازم تلقين اسم الاغنيه غير حتى نعرف بالنهايه. والكنترول اخر شيء ما عرفتوا انا راح اقول اسم الأغنية شنو وبعدين أشوفها للكاميرا، والكنترول هو اللي يقرر إيش قد راح ينطيني النتيجة. وأكيد المشاهدين هم بالبيت يقدرون يحضرون ويانا شنو طبعاً اسم الأغنية. يلا جاهزين؟ يلا أول يلا. أغنية منو راح يبلش أول واحد؟ خل أبلش أنا ورقة مقص ما أدري هو نبدي. لا يا خلي بلش جودي مرسم. جودي خطية أول طبعاً. واحد أنا فزت، ثاني واحد أنت فزتي، جودي ما فايز ما راح يفوز، فخلي يبلش جودي بهذا الموضوع. كنترول انطوا له وقت. ها يلا كنترول نطون وقت. يلا هذا هاي اول اغنيه لجولي. شنو هاي؟ انت شنو؟ انت شنو؟ هاي شنو؟ انت شنو؟ اعتقد يكتب كيلو صيني. واحد كيلو دمعه. انت شنو؟ دقيقة خلصت جودي؟ انت خلصت. شنو تضحك؟ خلصت؟ شوفها الكاميرا. خليني اسألك كم سؤال. أغنية عراقية؟ أغنية عراقية؟ إي عراقية. قديمة جديدة؟ جديدة. جديدة؟ شو؟ والله بوجه له. أنت ماعون؟ هذا ماعون؟ أنت ماعون كيلو؟ هذا شنو؟ انت هذا علامة استفهام. واحد كيلو. انت شنو ماعين؟ ماعون ماعون. انت شنو ماعون كيلو تشريب؟ هاي شنو ها؟ انت شنو ماعون كيلو تشريب؟ ماعون كيلو. انت علامة استفهام شنو؟ ماعون و انت شنو تضحك؟ انت شنو؟ انت اي كملوا كملوا بعد. انت ضحكتك كيلو واحد كيلو. انت انت ضحكتك واحد كيلو. دي غش لا تبغى عليهم باي عليهم. طبعا الرسم ما تكسر مو انت لازم توضحها لنا يعني حتى نعرف. يابا اغنيه هي جديده. اي عراقيه جديده. عراقيه جديده اشتهرت يعني حيل. هاي انت انت تتاشر؟ دا اشر يعني دا اشر. شوف لي اياها هاي هنا انا دا اشر. ايه؟ انت شلون ابتسامتك؟ اي ابتسامه هاي؟ انت انت ابتسامه هاي ابتسامتك. ايه؟ ابتسامك ثقيله؟ ضحكتك ضحكت بعيونه هذا الحلو مثلا؟ لا هي قديمه. ضحكتك حيل حلوه. يا ما عرفتي؟ لا يعني وصلت وصلت قريب. ما عرفت. ما عرفت وصلت قريب. ضحكتك دمعه. انت شنو؟ لا مو بيها علامه استفهام. انت شنو ضحكتك؟ انا استسلمت. انت استسلمت. انت استسلمت. بس هاي الحاله انت الخسران يعني. لا تحاول توصل لي الفكره غير حبيبي. اي
يلا اشرح لنا اياها. زين اقول فد مقطع فد اغنيه شنو ما يصير ما يفيد بعد انت خلاص يعني ما في مشكله. اقول راح اقربها لكم شويه. يلا بالبرومو مال رمضان انت همت انا ضحكتك حيل حيل نو واي يعني ما لها علاقه انت. دقيقه ليش واحد كيلو يعني؟ هذه انت علامه استفهام يعني شنج وهاي ابتسامه ضحكتك وحيل يعني هيك فتشي وزن ثقيل حلوه وهذا وزن هذا يعني رز ارسم شكر بس ما رهبت فرسمت كيك. هاي حلب كم بحلاوه. يابا نطلب من الكنترول انه يقيمون الرسمه مال جودي. كنترول شرفك لا تفشلني. بيقيموها هسه قد يقيمون خلينا نشوف. 5 من 10 ألف مبروك. والله 5 من هواية بس يلا شو تسوي. والله هواية بس مو مشكلة. يلا 5 يعني هاي أول 5 سجلوها أيامكم أحبة الكنترول. جودي 5 يلا ماريان. أنت هسه أني بس خليني أشوف شو محضر. دقيقة ها محضرها هي عافية بس لا تبعون. أنا كنت أتابع الحلقة تاكسي لامام. يلا ارسم. يلا يلا 3 2 1 انطلق. شوف شو رجال يا دي لا يصيدونك لا يصيد صياد بس اذا عرفتوها لازم تقولون. زين شوية اغنية ايش؟ اغنية عراقية قديمة. يلا قديمة؟ مبينة يعني الموضوع بيه سمك وبحار طبعا يعني يعني المصورين ذا يقولون جودي يقولون يا صياد السمك. اي خلص يا صياد السمك. شلوني؟ لا لا زينة كانت هاي. شلوني؟ يلا كنترول. ايش قد راح يقيموك؟ 8.5. شكرا جزيلا حبيبتي بالكنترول. 8.5 يلا ماريان. 8.5 ب5 يلا ماريان. هاي آثار أقدام. اسمها اسم الأغنية هاي وهاي مقطع من عدها. عروسة معرس حفلة عرس عربي لو عربي لو عراقي عراق لا عربي. أغنية عربية أغنية عربية جديدة مو قديمة. أغنية عربية جديدة أنت هسه قلتها قلت اسمها. عروسة عرس. عروسة 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 عرفتوا هذا يا مقطع منها عروسة بس هذا اجي على خطى يعني ما شفت مثله. وهاي لما تقول اتبع اثر رجله وابوسه. شلون جذبني ما شفت منه؟ ادري دقيقه جذبني ما شفت مثله. لا هاي مقطع هي اسم الاغنيه عروسه. شنو انا كتبت لكم اسم الاغنيه زين. هذا شنو هذا الموضوع؟ هذا جاي يحفلها هذا شنو؟ لا هاي تبوس اثر رجله. هذا تبوس اثر رجله الاغنيه يقولون اتبع اثر رجله وابوسه. بس هذا شكله مو انسان. هذا شنو هذا تبوسه ما اشوف حلقها هيك. يا ابو الكنترول خلينا نشوف التقييم. عرفت شنو الاغنيه؟ 5 درجات تعادل بين جودي وماريان. 5 درجات ليش 5؟ طبعا 5 درجات لا تجيني معاك. وين الربط؟ يلا جودي خلينا نشوف. حلو بقالنا اغنيتين كل واحد يكون عنده اغنيتين. احبتي المشاهدين هسه المتفوق هو رياض زيتون. ابلش يلا خلي نشوف جودي. شنو هذا شبح؟ هذا ده شخص. هذا ليش رسيتي؟ هذا شخص. ليش وجهه كلش طويلة؟ شكو دقيقة
صاروا اثنين. هاي بنية ولد. ولد بنية. كبل أكيد. أي ما أدري زواج ما أعرف إيش. حبك وبيناتهم قلب. قلب ملاك. هاي شنو هاي؟ يطير. حبك يطير. حبك طاير. قلبك طاير. أحبك أغنية عربية. هي أغنية عراقية 100%. قديمة قد جديدة؟ يعني خلينا نقول 2004 2000s تيجي. 2000s. أي حبك يطير يطيرني. حبك هذا شنو حمامة تطير هاي؟ ملاك هذا لو بس هذا هذا شنو هذا؟ أجنحة هذول هذا هذا الفوق شنو هذا؟ هذا إيه يعني جناحات لا قلب وروح. روح روحي أحبك يا روحي قلب الروح. روح القلب يعني أسهلها لك ما يخالف. قول يا أمير الحب من هو؟ هيثم يوسف مالته. هيثم يوسف. يلا أحباب الروح عافية. ما أعرف يعني لا يعني بس على مود هذا الروح يعني هاي أحباب لا علاقة يعني. إذا الكنترول ينطوله واحد أن يطلع فيه. شون شون ما شون سادة الاثنين دي يحبون بعض وهاي قلب وروح. هاي شنو بس شوفوا الرسمة. يابا نطلب من الكنترول هاي أحباب الروح إيش قد راح تنطوله أحباب الروح. أتمنى مشاهدين هم من يكونوا مشاركين ويانا. ثلاثة والله أربعة. أربعة تمام. جودي صاروا أربعة ضافولة إلى اسم جودي. طيب خلوني أبلش آني همينة. لازم تحضرها بجربكم زين. طيب زين شوف حضرتها يعني. وقت وقت لا لا تمام. هاي إيد لا 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 بين بين إيديا. بين إيديا. زين دقيقة دقيقة. الأغنية مال منو هاي مال بين إيديا. متعرفي مال منو الأغنية ما تعرفيها؟ أنت شعليك هي مال منو؟ مو عارف شنو الأغنية. تعرف اسم الأغنية؟ تعرف هنا الفكرة شنو الذكاء وين؟ إنه تختار الأغنية. تختار الأغنية اللي تقدر. خليها أبدي أنا بالرسم. حلو مالك بأبسط رسمة. كنترول شوف شوف يعني رسم كلش بسيط. رجل مال دجاج هاي. هو صح الرسم بسيط أنا مو رسام لكن عرفتي له لا. ايش قد تنطوني شباب؟ بس افتح ايش قد؟ سبعة. شكرا جزيلا. اضاف الرقم سبعة الى اسمي. شكرا جزيلا. ولو الكنترول انا كلش متحيز الى ماريان وجودي لكن همينه مو مشكلة. هلا. شكرا. يلا ماريان اني كم اغنية بقالنا؟ كل واحد وحدة. هاي ماريان وبعدين نبلش مرة ثانية. يلا هذا واحد ينفذ زين. عرفتها عرفتها. هوا ماكو هوا. صح. هوا ماكو هوا صح. شوفوا نفس الثانية عرفوها. صحيح. هو هذا قلت لكم. هوا ماكو هوا. إيش قد كنترول؟ كلهم عرفوها. تسعة. شكرا شكرا. جدوري مو. حلو. يلا آخر أغنية شباب. آخر أغنية. يلا يا جودي. بعدين حتى نعرف النتيجة إيش قد. زين. يلا جودي ابدع. نسى الاغنية. دقيقة بس. انتوا شوفوا جودي شو راح يسوي. شكوا هاي الخريطة. خريطة مال العراق مبين. عراق؟ ايه نهرين. دجلة وفرات. شنو خلصت؟ بين ال لا بين نارين. خريطة ما جاها عدل سوري لكن يلا على اساس البقيه كنت موناليزا كانت بين بين شط ال على على شط على شط ما ادري شنو شنو عراق. ما اغنيه وطنيه عراق قلتها بعد
5000 اغنيه وطنيه. وطني. لا ولا هو الرئيسي شنو الاساسي؟ موطني غير. موطني؟ جودي. موطني شباب الكنترول خلينا نشوف موطني. لعيون العراق. غلط. صح ده يعزف على الوتر الحساس. على اساس لعيون الوطن. اخوه بال لا ستة هواية. ستة يابا هاي همنا علم الخارطة ما علم وجهي. لو تلاحظ الخارطة شوية صار بها تعديلات أنا مفروض الشط العربي يلتقي بالبصرة بس أنا ما أعرف. استقى بغداد وبايع أراضي منا باع الأنبار ماكو. طيب هاي الستة آني لو مين ماريا آني. طيب نتبعون فتشي كلش بسيط ما تكلها بسيطة ما بيها إبداع يعني فوق النخر. شنو هاي؟ واحد واقف فوق. شنو هاي؟ فوق النخر. فوق النخل صح. فوق النخل. عرفناها بس شنو فتي يعني واحد أعتقد فوق النخل لكن إحنا لازم نرسمها فوق النخل حتى العالم تفهمها. غلط 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 هي اصلا الفكره غلط. ثمانية يس. هذا الرسم عليه ثمانية طبعا مو قلت لك الفكره لازم توصل الفكره بسرعة. مو غلط. الرسمه ما لها علاقه لازم انت يعني. تعرفها يلا يلا اخر اغنيه هذا الشعر حبيبي برشلوني صح والله صح صحيح حبيبي برشلوني صح حبيبي برشلوني شفتوا صحيح ايش قد كنترول لا هاي 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 9 لا تستاهل 9.5 الله تستاهل تستاهل شكرا لا لا حلو حلو زين ايش قد صارت؟ هسه نطلب من الكنترول يجمعون النقاط خلينا نشوف ايش قد انا راح اكتب هنا. طيب انا كتبت الاسامي هنا. مبينة خسرت انا شنو؟ يلا. اي اي ها؟ اي ليش أي؟ نص انت ما انطولك نص اي تمام ماريان زين نفس الشيء لازم نسوي النتيجه النهائيه مشاهدينا الكرام ريان 23.5 جودي 15 ما له علاقة وماريان أيضا 23.5 إذا لازم نسوي فالتحدي بيني وبين ماريان ما يصير حتى واحد منا يغلب أوكي نبدي بيك ماريان ليش مو اثنيناتنا نرسمها سوا وبعدين نشوفها صدق منو تطلع أحلى هم يصير يلا يلا خلي ابدع لي تمام أنا راح أسوي أغنية لبنانية أنا يلا سوي ها لا راح اسوي انجليزي لعاد كيف انت اي لازم تنعرف بسرعه انجليزي اي انت هم سوي انجليزي شايف فراشة هاي لا دقيقه ليش تتباوع ريان انت كمل مالتك مو كلش واضحة مو كلش لازم واضحة. لازم جودي يعرفها أنا المفروض ما أحكي أكو اثنين ببالي ما أعرف يهوى يلا أغنية فيلم شنو هذا؟ أغنية مع الفيلم فيلم كلش مشهور خب قولي الاسم منتهي بينه ترى
شنية يكافي كافي بينه يعني. يعني خلص. لا حقيقة رسامة يعني رسامة. خلاص. كاميرا خليك تشوف. تايتانيك. زين هاي تايتانيك وأني هم أنا رسمت. إيش قد راح تعطون الماريان؟ خلي يشوفون مالتك بعدها حتى يشوفون ياها أحسن. تسعة. يلا تسعة. ما أعرف يعني. زين أنتوا لا تركزون لا تركزون هنا ركزوا لي هنا. هذا شنو هذا؟ هاي شنو؟ شمس. وهاي؟ هاي شنو دولفين؟ تبلش علاقة هاي واحد شنو؟ هاي شنو مثلثات؟ لا لا هاي تبلش علاقة هاي. شنو شنو هسه؟ هاي شنو؟ شمس. وهاي؟ قمرين. قمر. هسه هاي كلها ليش رسمتها؟ مو اثنين. قمرين اثنين يعني لازم قمرين. فانا شمس بعدين قمرين حتى يفهمون ايش قد؟ ستة ألف. يس. ألف مبروك يا ماريان. شكرا. ألف ألف مبروك ماريان. أشكر الناس اللي صوتوا لي. للمرة الثانية. للمرة الثانية ماريان تفوز. طبعا هي الرسمة مالتها حلوة. ألف ألف مبروك ماريان للمرة الثانية طبعا هي فازت. وهسه خلي توجهون جودي وماريان حتى يسوون السحبة. ما يخالف حتى لو أنت الخسارة. أنا أسوي السحبة. يلا يلا روح أسوي السحبة.